ومن أعظم البلاء العام، بل هو أعظمه في نظرنا، ما نراه من كثير من إخواننا من بعد عن التوحيد ووقوع في أنواع من الشرك يؤز إليها شياطين الإنس والجن، يزينونها ويحببون الناس فيها، وأنها من القربات، وهي والعياذ بالله من الشركيات، من الظلم العظيم، من منازعة الله حقه سبحانه وتعالى.